ترأس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل مناسبة التوقيع على الاتفاقية النهائية بين البلاد والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتشاد، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى كيفية إدارة وتسيير المدارس الثانوية داخل مخيمات اللاجئين شرق البلاد. أحمد ياسين. تكملة لأعمال الندوة التفكيرية حول استراتيجية التحول الإداري للتعليم الثانوي في معسكرات اللاجئين بشرق البلاد من العام 2016 وحتى العام 2021 بهدف إدارة وتسيير المدارس الثانوية داخل المعسكرات، من أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة توعية اللاجئين بأهمية تعليم أبنائهم وتسهيل دخول المعلمين وحملة الشهادة الثانوية من اللاجئين إلى مؤسسات تكوين المدربين، تقييم ومتابعة الأنشطة التربوية في المعسكرات وغيرها من التوصيات جاءت في خطابات المتداخلين، إضافة إلى كلمتي ممثلة السفارة الأمريكية بالبلاد جويس واناندي وأنطونيو كانهاناندولا الممثل الدائم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، واللذين ثمنا جهود الحكومة في مجال حماية اللاجئين السودانيين بشرق البلاد وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالمعسكرات مع العناية بالتعليم والتربية لأبناء اللاجئين. من جهته وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل قال إن هذه الشراكة مع المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية لجديرة بالاهتمام، لأنها فاعلة وتقدم خدمات تنموية للتشاديين واللاجئين معا، وأن تشاد تستضيف بأراضيها حوالي 500 ألف لاجئ سوداني، وهؤلاء يحتاجون إلى تعليم ورعاية. لذلك وزارة التربية الوطنية وزعت 200 مدرس في كافة معسكرات اللاجئين بشرق البلاد من أجل تعليم أبناء هذه الشريحة. وأخيرا وقعت الاتفاقية النهائية للاستنتاجات المنبثقة من ندوة التفكير الاستراتيجي حول التحول الإداري للتعليم الثانوي في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد.